الباس قاجينا من تونس زات لاجينا من المروك حدري ماني كزونا مقرقبة عادية براكي كبر احنا زينا لا تقولوا ما زينا الوحش الكاسي البرتقالي جا الوحش الاصفر انا اصفر وهلا من يجدي حب الاوطان عزيزي شوفي دابور نعرف سوق ديما اوني لا بول فير لي بيتيز واش الدراري السلام عليكم كتبغي تقولوا كامل بخير على خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انرجي جديده ورياكسيون جديده احسن رياكسيون في مجره درب التبانه رجعنا لكم بكريم الغربي برنامج امور جديه ولا فقره امور جديه كاينه في واحد البرنامج تونسي كما كتعرفوا جينا نشوفوا الشيء ديالكم هذا ونديروا عليه رياكسيون الدراري من بعد ما درنا ستاند اب ديال كريم الغربي طلبتوا لنا بزاف الكومونتير وها علاش كومنتات لا هي كومنتار واحد من شتيت الكومنتات اي واحد المهم هو الكومنتار الدراري قلتوا لنا امور جديه حنا ما عرفناش برنامج طويل فيه شي 58 دقيقه ما عرفناش فين مناش نبداو دونك لقينا واحد جوج بارتيات قال لك كريم يحكي على رفيقته الحوله اللي قرات معاه في المكتب كاين بارتيات مقسمين بزاف دونك حنايا جينا الدراري نديرو جوج د لي بارتيات ونمشيو بحالنا نتوما الدور ديالكم شنو هو في الكومنتات غادي تهبطوا سواء غادي تخليو لنا اللين ديال لي فيديو اللي غادي نديرو عليهم المره الجايه سواء غادي تكتبوا لنا العنوان ولا شنو داكشي ونصيفطهم في انستغرام فوالا سير على الله تو نذكرها والله تفكر قبل قرات معايا طفل متجه تحيه رفيق الحوله معني رفيق الحوله رفيق الحوله يا رفيق دابا واش غزلتي بها ولا تنمرتي عليه صاحبي هذا ما يكرهش دابا مسكينه المشكله ان البنت تفرج في هذا الشيء أيها تمرض تكون أشي شخصية مهمية تمرض ميكرابين أنا مخصوش قرامة ما شنو كيكتب كيقيد له كيقيم كيقيم لا بس كيعجبك ما كيضحكش يا زمرة الجدي ما كيضحكش كيعاودك داك الشيء كتقول راه هذا كيهضر هذا الشيء واقعي راه حتى حاجة ما كاينة من هذا الشيء الدراري ندوزو لبارت جوج ماشي بارت جوج مي فيديو واحد فيديو آخر كيضحك فيه هو قال لك انا عرفت اللازانيا عام الباك نتاعي حتى الباك انا عاد عرفت هذه العام اللي انا مازال ما عرفتهاش عارف في الدار ميساج عشان عارف في الشارع 47 بولتو 47 بولتو واحنا ما يسمعش كلام ولدي كريم اكثر حاجه كنت تاكل عليها طريحه شلي ولدي انا نعمل فضح قدام الضيف ديما نعمل فضح مثلا يبداو خاطر احنا الحمد لله ديما نطيبوا كل ما كيجيو الضيف حاجه حدث حاجة. انا لازانيا في الباك عرفتها في لازانيا صاحبي مازال ما عرفهاش مازال ما عرفتهاش هذيك اللازانيا اللي كتكون فيها فهمتي كتنكل عرفتها كتنكل ورا كتنكل كتنكل كيكون فيها فهمتي فواكه البحر لا كتكون في خويد دماغ ولكن كاينه بكفسه كاينه بديال انا كنعرف فيها غير فواكه مازال ما كتبش لي بلاص عليكم مازال ما كتبش الله يوصلك لذاك المقام الله يوصلك كيف ندير فيديو بحال هذا ليه كنا نحكيو على لازانيا نهارت تلمو حدث في الدار بابا لازانيا نسمع لازانيا وامي لازانيا وخالي في البلاد تلبو شنعملوا لازانيا حدث وامي في الحومة باش نمشي نشري لازانيا لازانيا حومة الكل سمعوا بينا باش ناكلوا لازانيا بالجبن الجبن عندنا ذيب باش نعملوا لازانيا بالجبن ولا تحدث لازانيا وطلبوا من البر لازانيا وانا في الحومة نمشي لهم ناكل لازانيا عبيت تفوخ بلاد لازانيا دابا ما كيسولوه في البلاصة زعما يجاوب ما عندوش صعبي هو كيدير شو سكيتش غير بدا ما يجاوبكش جواب عادي دار لك سكيتش فيه 3 دقائق 4 نورمال او مثلا الضياف كياخذوا ضيافك ما كل واحد والواحده نتاعو وانا تعجبني معناها مثلا كليت المرسو نتاعي كملته نبدا كل ياك هذوك نبدا نحن وكل يبدا يجيك ضيف مغ ذاك اللي ياكل شويه ومازال يحكي وانت تستنى وقتاش يقول بربي تواليت منين ولا سلد باخا نغسل يدي هو يرجع وكل هذيك هو متى تعمل ياك ودي ما ديري انا كطفل انا في كنت كيك وانا صغير امي ضحك اكثر وقت طفل هذاك تقول لي خاطر انت يعرفوش حقيقه كنت كنت كيك ما مش السروال الاخضر هذاك انا خير شوي لب. اما كنت كيف هذاك مريم شو الحاجه اللي تقول عليها تطلب حاجات غريبه والله اقسم بالله ما بغيتش كلمه صغار يطلبوا حلوى شوكولاته انا عادي نمشي للعطار نحب نروح بالراجل اللي يبيع نروح بيه جبنه بغيت ندي مع العطار كامل شدي يخدم على روحي يا اخي ولا نبدا نبكي على باله بلاستيك مصالحه
ولا حاجات غريبه مش تاع صغار. جعت علي والله جعت. شو بيتنمر علي؟ جوعني والله لازاني وجبن وجو. لا انا جابني ما تزيدش تفكر. كنت لازاني والله ما تفكر. انا على لولو جي بتيت تيتوني مي ما كنتش ناكل طريح. لا اكيد كليت طريح. لا تاك طريح خمس سنين عطيت طريح. نذكر مره مشيت. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقدير طريح اخي كبيرة شارفة اصلا باينة كبيرة وراء لكن اخي المراهات هي مالك ملك الفتيات سهرية سهرية كنا نعمل دي بوم هكا في الجنيراسيون تاع كريم ما خلطوش على تيدي صغار يا بنتي شوف ما خلط على قبل البوم حتى في البرنامج شنو كيكون فيه واش تحب بحال مسابقات بان لي بان لي مسابقه ديال الاسئله واجوبه نقدر نديرو شي حلقه كامله كان الا الا كانت شي زعما حلقه كومبلي من الاحسن نديروها طويله فهمتي نبداو عليها شي ساعه هذه تبدا بالحجر يضرب بعض بالحجر وياخذ الحجر يعمل يحس اليوم مش حالي صافي سكسكاري كانت شو دار حلمة دار وان هو ليش بدلو ماتش فين جيب هو ليش بدلو ماتش شي كامل حلمة هادر هو السبب فاتش ليش نعم نعم سوا عقم بينا كل سمعت المورس جديد خرج لي شكو عقم خرج لي افايد دم حلمة موقع وان دوك بوبي صافي سلامش بابا نذكر كاش عليا وهكا عملي جوست ام تي تريك كما ساعة اما كنتش نكره كيفاش عمل لنا كريم كريم كيفاش عمل لنا معناتها زدت ساعة على الوقت تاعي تو تذكرت تو زرقا في الظهر بابا مريم عليك قال لي تبك دلك غيها مازال عقل عليه نبكتني الطه الدراري هادشي اللي كاين هاد النهار بارك علينا زوج فيديوهات هذا ما كان تشوفوا كما قلت لكم في الاول الفيديو حطوا لنا في لي كومونتير ديالكم الفيديو اللي بغيتوا نديروا عليه المره الجايه حاولوا ما امكن يكون شي فيديو طويل دونك هاد 5 دقائق 3 دقائق كتجي قليله هذا ما كان الدراري هذا ما كان تشوفوا شوفوا فيديو الجاي بيس